السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة جديدة مع فاطمة. وبالنسبة لهذا المقادير راهم موجودين بالعربية في آخر الفيديو وتحت الفيديو. وصفة اليوم لبودينغ شومور، وصفة كندية معروفة كثيرا، مصنوعة بمكونات بسيطة، وهي عبارة عن كيك ونبلوه بشربات مصنوعة بالسكر البني لاكازونات. غادي نقدم لكم ملخص لتاريخ هذه الوصفة. في ثلاثينات القرن العشرين كانت هذه التحلية تحضر بكثرة من قبل العائلات المحرومة، خصوصا في منطقة مونريال وضواحيها، لأن هذه التحلية كانت تحتوي على مكونات بسيطة متوفرة وبأقل تكلفة. والمكونات الرئيسية التي تتكون بهم هذه الوصفة هم الدقيق الأبيض، الزبدة، الحليب والسكر البني. وكانت هذه التحلية هي المفضلة في ذلك الحين. غادي تشوفوا معايا الوصفة الأصلية لهذه التحلية، لأنها الآن أطرأوا عليها بعض التغييرات. سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. سنبدأ أولا في تحضير السيرو. بالنسبة للمكونات نحتاج 250 غرام سكر بني لو سوكر كازونات، ما يعادل 2 كوب غير مملوئين. نحتاج أيضا 375 مللتر ماء، ما يعادل كوب ونصف. نحتاج ملعقة كبيرة مملوءة نتاع زبدة، ما يعادل 30 غرام. تقدروا تستعملوا مارغارين. ونحتاج أيضا ملعقة كبيرة نتاع سكر فانيلا. نضع في كاسرونة السكر والماء. غادي نوضعوا جميع المكونات، زيد عليهم سكر فانيلا والزبدة أو المارغارين. غادي نوضعوهم فوق نار متوسطة ونقعدو نحركو باستمرار باش السكر يدوب تماما. من يبدأ الخليط تاعنا يغلي نطفئ مباشرة على النار. هو لهنا السكر راه داب تماما، ما لازمش تخلوه يغلي كثيرا. سنفرغ هذا السيرو في القالب اللي غادي نطيبوا فيه الكيك. المقياس نتاعه الطول 23 سنتيمتر والعرض 15 سنتيمتر. غادي نفرغ فقط 3 ارباع الكميه ونخلي ربع الكميه للاخير. سنمر الان الى تحضير الكيك نتاعنا. سنحتاج الى بيضه واحده، ملعقه كبيره نتاع سكر فانيلا ما يعادل كيس ونصف، 3 ملاعق كبار نتاع مارغارين او زبده ما يعادل 60 غرام، ملعقة كبيرة نتاع خميرة الحلوى ما يعادل كيس ونصف. نحتاج كوب نتاع الطحين أو الدقيق الأبيض أو فارينة ما يعادل 150 غرام. نحتاج ثلث كوب نتاع سكر عادي ما يعادل 70 غرام، ونصف كوب نتاع حليب يكون دافي ما يعادل 125 مللتر. سنضع في الإناء البيض، السكر وسكر فانيلا، مزيد عليهم الزبدة أو المارغارين، وغادي نخلطوهم جيدا حتى نتحصلوا على كريمة. والكوب أنا اللي نعبر به هو الكوب الذي يحوي 250 مللتر. غادي نخلطوهم جيدا كما راكم تشوفوا فيهم في الصورة حتى يتجانس الخليط. من بعد من يتجانس الخليط غادي نزيد عليهم الحليب يكون دافي. علاه نديروه دافي؟ باش الخليط يكون طري، لانه لو كان تحطوا الحليب بارد غادي الزبده غادي تعاود تولي صلبه وغادي تولي حبيبات في هاد الكريمه، يعني لازم ديروه دافي. من نخلطوهم مليح غادي نزيدوا المكونات الاخرى. غادي نزيدوا الفارينه او الطحين وخميره الحلوى، وغادي نخلطوهم اما بهذا الفوي او شوكه، وتقدروا ايضا تخلطوهم بالباتر. غادي نخلطوهم جيدا حتى يتجانس الخليط. غادي تشوفوا الفارينه هنايا انسجمت مع الكريمه الاولى، نحبسوا من الخلط. شوفوا هنايا الخليط كيفاش ولا كثيف، هنا خميره الحلوى تفاعلت مليح مع العجينه. غادي نفرغوا هذا الخليط فوق السيرو الاول، نفرغوه ببطء. وهنا السيرو ما يهمش الا كان ساخن ولا بارد ولا دافي. وغادي نعدلوا العجينه ببطء، غادي نوزعوها على جميع المساحه على بهذا الشكل
فقط هكا كنحلوها لاننا ما نقدروش نملسوها كيما نديرو الكيك، على جال هذاك السيرو اللي راه في الاسفل. هذه تعادلوها بقدر ما استطعتم، يعني هاد العجينه غادي تطيب وتحتها هذاك السيرو. من بعد انايا نقلت هذا البلاطو في بلاطو اخر باش تسهل عليا عمليه حمله. ونقوم بتسخين الفرن الان على درجه حراره 350 درجه فرنهايت، ما يعادل 180 درجه مئويه، يعني نفس درجه حراره اللي طيبوا فيها الكيك او المسكوتشو. وغادي نوضعوا البلاطو تاعنا في وسط الفرن، وانا الفرن تاعي عندي المروحه وما نشعلش عليه من الفوق، نشعل عليه فقط من التحت. وغادي تكون مده الطهي من 30 حتى 35 دقيقه، او حتى تشوفوها تحمر وتشقق من الفوق. من تشوفوها تشقق من الفوق تعرفوا بلي الحراره راها وصلت للمساحه العليا وراه طاب. وتقدروا تتاكدوا الى طاب بوضع سكين او كيودون في وسط الكيك، الى خرج جاف يعني هنا الكيك راه طاب. هنايا غادي نخلوه يرتاح باش يولي دافي باش الكيك يهبط الى الاسفل ويمتص هذاك السيرو اللي راه في الاسفل. من بعد غادي هذيك الكميه اللي خليناها تاع ربع كميه تاع السيرو غادي نسقوا بها الكيك تاعنا من الفوق باش يجي مبلل من الفوق ومن التحت. يعني الوصفه الاصليه يوضعوا السيرو مباشرة، كل كمية السيرو في البلاطو من المرحلة الأولى. أنا فقط خليت منها كمية باش البسكويت تاعنا يجي مبلل مليح. والآن غادي نخلو البسكويت تاعنا حتى يبرد تماما، وتقدروا توضعوه أيضا في الثلاجة لمدة نصف ساعة باش تسهل عليكم عملية نزعه من القالب. وغادي نمروا السكين على جميع الحافة بهذا الشكل باش نتأكدوا بأن البسكويت ما راش لاصق في الجوانب، وتوضعوه في صحن التقديم. انا وضعته في هذا القالب العميق باش هذاك السيرو ما يتسرب لناش على الخارج. ها هو كيفاش يجي الشكل نتاعو، ويجي هذاك الفوقاني مثل الكراميل وعنده ذوق الفلون. هذه الكميه غادي تعطيكم بالتقريب واحد 8 حصص. غادي نقسموه وتشوفوا كيفاش الهيئه نتاعو يجي طريه وشهية طيبة. يعني هاد التحلية هادي ما فيهاش كما شفتوا ما فيهاش كريمة، يعني فقط سيرو وبسكوي. بالنسبة لملاحظات اليوم تتعلق بالسكر كازون. هادي لما كانش عندكم هاد السكر البني شديرو تقدروا تعوضوه 200 غرام سكر عادي. علاش 200 غرام ماشي 250؟ لان السكر البني ما جايش حلو بزاف كما السكر العادي. تقدروا تستعملوا كما قلت لكم 200 غرام سكر عادي. غادي توضعوا كميه منه في كاسرونه تحولوه الى كراميل باش تحصلوا على هذاك اللون البني. من تحصلوا على كراميل لازم تحادروا باش ما يتحرق لكمش. من بعد ما تحصلوا على هذيك الكراميل نزيدوا عليه بقيه السكر، ونزيدوا عليه كاس ونص الماء يكون ساخن، ما لازمش يكون بارد باش ما تنحرقوش. وبعد تخلوه تزيدوا عليه الزبده او المارغرين، وتزيدوا سكر فانيلا، وتخلوه من تشوفوه يغلي والسكر داب تماما طفوا عليه وكملوا بنفس المراحل اللي شفتوهم معايا. وبالنسبه لكميه كبيره اللي حبيتوا ديروا بلاطو كبير على هذا، يعني ضاعفوا المقادير اضربوهم في 2. وملاحظة أخرى، تقدروا هذه التحلية توضعوها في قوالب فردية طيبوهم في هذه القوالب الفرديين. وبالنسبة للتزيين في الأخير كاع تقدروا توضعوا هكاك وريدات تاع كريم شونتيي وتزيدوا فوقهم هكاك حبة كارز ولا كفكوي كونفي، الشكل تاعهم أيضا يجي جميل. وصلنا إلى نهاية وصفة اليوم، هذه الوصفة أيضا من بين طلباتكم، وإن شاء الله تكون عجبتكم. ونقول لكم مع السلامة وإلى الوصفة الجاية إن شاء الله.